إدمان الأطفال على الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية وتحول الاهتمام بها إلى هوس هي ظاهرة أصبحت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، خاصة خلال فترة الحجر المنزلي. هذا الإدمان يكون عادة انعكاسا لسلوكات الوالدين حسب المختصين. الإدمان عند الأطفال هو مشكل جد شائع في الأيام هذه، وعلاه لأن الأولياء بطبيعة الحال كيكونوا مريحين في الدار، ما كانش واش يديروا ولا انترنت، الدراري راح يقلقوهم، راح يقولوا يبكوا، راح يقولوا يعيطوا، يسكتوهم بالهواتف النقالة ولا بالألعاب اللي لقاوها في الهواتف النقالة. وكما نعرفوا هما المصممين تاع الهواتف النقالة ولا هذه الألعاب عندهم حيل تكنولوجيا يديروها في الهاتف باش يخلي الإنسان دائما يستعمل ودائما يستمتع بالاستعمال تاعو. أضرار جسدية وأخرى نفسية قد يسببها الإدمان على هذه الألعاب، مثل الفقدان المبكر للبصر، اعوجاج العمود الفقري، والانعزال عن العائلة والأصدقاء، مثل لعبة الببجي التي تساهم في تعزيز العنف والعدوانية لأنها تعتمد على الأسلحة. والإدمان عليها قد يسبب أزمات نفسية تصل حد التعصب المسبب للجرائم. هي مشاكل يمكن حلها من خلال تكون لا بريزون شارج بريفونتي ولا يكون وقائي قبل ما يدخل وليدنا الادمان، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. هو الطفل قبل سنه كل ما يبدا يكبر نقدروا نعطوا له نص ساعه ولا 20 دقيقه تليفون ونعلموه كيفاش يستعملوا بكميه قليله، ما نقدروش نمنعوه. نقدروا حنا نحلوا له الكونت فيسبوك باسمنا ونعطوه له، بهذه الطريقه راح نكونوا نعسوا فيه. ولا كاين برامج نقدروا نديروها ننزلوها في الهاتف تاعنا، وهذه البرامج راح تراقب الطفل وتحدد له، وانا نقدروا نحددوا بها الوقت اللي راح يستعمل فيها الهاتف. يروح الحجر هذا ندوه يدير رياضه، يقرا، يزور الاهل، ونعلموه العلاقات الاجتماعيه كيفاش يدخل فيها باش يكون طفل سوي. وتبقى متابعة ومراقبة الأولياء لأبنائهم وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة، المطالعة أو التنزه الحل الأنسب لكي لا يحدث الأسوأ.